انا موظفه اقسم بالله اجي اكشف اسنان هو العلاج هو بتاع العظام هو بتاع البق ولا بيكشفوا ما بيكشفوش بالبق يعني واحده صاحبتي عندها السرطان اقسم بالله ما كشفوا عليها ولا ادوها اجازه لما خلاص المرض اتمكن فيها وكشفت بره هنا ما بيكشفوش صدقيني اقسم بالله كل ده انفاق الجلسه من بره والعلاج من بره وكل حاجه من بره صدقيني اقسم بالله مستشفى بيضربوا بعض وبيعملوا بعض والنهارده رايقه والدنيا حلوه او فين بقى فين ده افلام لا انا زعلان عشان انا لما باجي بقى في العشر ساعات النهارده الدنيا رايقه والدنيا مش رايقه ولا حاجه تامين صحي تامين صحي مأجر المكان ده كلمي مدير التامين مستشفى ملهاش دعوه بالكلام ده انا بقول لحضرتك ان كل ده نفاق ايوه انا بتكلم الحقيقه انت زعلان ليه حضرتك انا بتكلم الحقيقه كل لا لا مش هنا بس مش على مستوى ولاء على مستوى كل المستشفيات بس اكتر مستشفى فيها اهمال ولاء 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 فين حقنا فين حقنا كعمال في المستشفى احنا اللي بنخدم المستشفى سياده الوزير جه حتى ما كلمش مدير المستشفى مدير المستشفى ما خدش موضوع وكان هم جايين لهدف في دماغهم هم فعلا جايين يتصوروا وجايين مش جايين عشان يعملوا عمل لا جايين يتصوروا يعملوا منظر بس وده كل المستشفى فيها سلبيات كتير في ناس كتير حقها ضايع في المستشفى حتى المواطن مش واخد حقه يعني ايه مستشفى بتخدم 2 مليون وما فيهاش اثار تقل السلبيات هنا يا فندم هنا ما المناظر بس اللي هو استقبال هو اللي اتطور بس مش اي حاجه اتطورت هو ده بيطوروا حاجات اللي هي الخارجيه بس لكن تخش جوه مفيش حاجات اي حاجه اتعملت